المرأة إذا صلت في ثوب سابغ يستر كل البدن من رأسها إلى أسفل القدمين، يعني ثوب سابغ، لا يلزم أن تلبس جوربين في الصلاة، لا يلزم. Depuis son la tête qui couvert, son les pieds traînés dans la traîne à terre. Il pas obligatoire pour les mettre sous cette. نعم هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. Il dit ça que شيخ الإسلام ابن تيمية il vient avec de son opinion. أنها لا يلزم أن تلبس جوربين. Il pas obligatoire pour les mettre sous cette. المهم تلبس ثوب سابق. ومتى ثوب كلون. نعم والله أعلم. الله أعلم.